الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بغينا نجاوب الإجبار أن أيام نختاروا نجابروا وكنا لا نرتبوا اللقاء. ندور نرسل من خلاله رسائل متعددة، من أهمها على أن الرئيس السابق قالوا محمد عبد العزيز اللي ترأس موريتانيا ظرفية دولية صعيبة وقد عن وقود سفينة إلى بار الأمان، وقد بل زاد على ذلك عن عدل فيها قدم الإنجازات اللي ما زالت ولا تبقى للأجيال القادمة. بقينا احنا كنسيج اجتماعي يرتبط به ارتباط مباشر نأكدوا للناس كاملة للرأي العام الوطني على أننا متمسكين به كخيار وكرمز من رموز هذا الوطن وكرمز من رموز هذا المجتمع اللي احنا منه ومن هذا النسيج اللي احنا مجتمعين باسمه اليوم. هذه الوجوه كاملة عندها هدف واحد التقت في نقطة واحدة، هي على أنها متمسكة بخيار الرئيس الرمز محمد بن عبد العزيز اللي قاد موريتانيا بظروف صعيبة وقد يمشي بها إلى وصلها الأمان وصلها برب، لأن الكلمات فيه موجزة وراجي إن شاء الله عند مولانا على أنه عنه تفهم منه الموريتاني على أنه عبد العزيز حاضنته الاجتماعية متمسكة به أشد التمسك، ولأنها ماضية مرة أيضا في المطالبة بالاستمرار في نهجه اللي عدل الموريتانيين كاملين يسوى احنا نعود نطلقنا منه. مهم انه عدل الموريتاني قدر من الاصلاحات والانجازات في شتى المجالات نختارها تم متواصله ومتمسكين بها ومجدين تمسكنا بها اليوم. خاطر قارشي قال لها مشان شوي نختار نتكلم عنه باختصار. كيف قال سيدي نحن هذا الراجل هو كرمت لهذه الدوله اللي هي ونقول بكل صراحه يعني هاي الدولة اللي قال الجمهورية الإسلامية موريتانيا يعني قبلها من الهاوية. نحن هذا اللي جزء من المجتمع الأول اللي حضر منه هذا الراجل الأول الرئيس السابق محمد عبد العزيز اليوم رجع أصبح هذا راجل من المجتمع. ما نعرف حاجة من الأمور نحن لو جبنا مساج عن العين ما مساج عن اللي كان رئيس وكان كل شيء موجه شعور يسوى لقيان رئيس داني راسه الشارع اليوم هذا يرسم الامور اللي نحن ما كنا قابلينها. اولا ما انا قابلين عن نعود كرجل وكرمز من رموز البلد ورموز هذا المجتمع اللي نحن نحضره منه عن تلحد يمسه كلمه يسميه كلمه سوء والله يوقف امام داره والله اتهم اتهامات اللي ما تليق به وهر وش بنعمل؟ شفنا جاوا هناك وحدين شمن الخلق اللي جاي طالب الشيخ رضا شور عزيز شقاش طالب خموس مسؤوليته في هاي القضيه اللي نحن ما نقول وزاره الوطن ولا نقول وزاره الامن ولا نقول شيء خاص خير من يتم بس الحمل الحي منه ما لنا هنا والصايب قدام هو هذا هاي واضحه للجميع وهذا موجهين اولا بعد هذا تحدي له هو تحدي له وتحدي نحن هو اصلا مو هو مسؤول بالسديه ولا مقطوع من الجبل هو عنده اهله عنده ناس بكل صراحه بكل شيء قد مهم الدافع بها عنه الى بها الراحه. نحن هذا مجمعين كي قالوا التركه نصره محمد عبد العزيز. ناصرنا اولا عنه ولد عمنا وعنه قايل عاد ما عدل شيء موريتاني قال فينا هو قال فينا ولد عمنا عنه عدل شيء. نعرفهم اللي عنه عدل شيء موريتاني. عند الوعي. خالقين الجماعات اللي تدعي من اجل تفرقه اولاد السباع تقول لهم محمد عبد العزيز ما عدلكم شيء اولاد السباع. كافي ولا عدل ولا عبد العزيز دولة عندها بنية تحتية يقدروا يدواوا فيها تركتها ويقدروا يقراوا ويقدروا يسافروا لا تلاقوا يسافروا هذا بحد ذاته معدل الموريتانيين كاملين ولاد سبع لا من موريتانيا وهم من الأول مستفيدين منه خارج جانب ثاني اجتماعي وواجب أخلاقي علينا احنا في أولنا رد الجميل محمد عبد العزيز كرئيس موريتانيا عدل لهذا أنقذها من جحيم كانت فيه جحيم كان داخل فيه حقيقة ما بين هاي النقطة هون ما بين تبن عميد بين الحقيقة موريتانيا كانت على جباح برات من النار وانقذها منها انقاذ حقيقي نحن كنا الى حد الى هاي اللحظة متمسكين بخيار محمد عبد العزيز اللي جاب القزوة اللي نعرفها عن طريق محمد عبد العزيز وهو اللي قال لنا عنه زرقون وزرقنا على ذاك الاساس ولا نعرفه الموريتاني اللي عاد اللي قال فيهم محمد القزواني وزين عندهم اللي عدل يالطهم يعودوا بعد يعتبروه جميل محمد عبد العزيز بيه اللي هو اللي جابوا له هو اللي هو المنقذ ما كان معروف وعرفناه من خلال محمد عبد العزيز وبالتالي يعود بعد جميل محمد عبد العزيز الا ناكرين الجميل محمد عبد العزيز واضح ان اكرانهم للجميل بدافع الحسد وحده
وكره محمد عبد العزيز. هون الصلاة لين وقفوا نحن ونقول أن كره محمد عبد العزيز عنه عنه بعيد منه وعن أحد كاره وكارهينه وحد يبقوه حد يبقيه نبقوه. والخزواني ما قالها علينا وزرقنا عليه ما وكنش كان جاد علينا عنه عزته محمد عبد العزيز تتجاوز حدود عزتنا احنا محمد عبد العزيز وشكرناه عليه وزرقنا له عليها في الأساس. اليوم من يتكلمت عليه الناس وعاد يسوى من هالشيء اللي ما يسوى شيء يطاول محمد عبد العزيز. محمد عبد العزيز ما هو محل التطاول، حد يسوى هو من هو بيد محمد عبد العزيز يامس رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودوم راجل ولاد السبع. من عاد راجل ولاد السبع يعرف الداني والقاصي اعلن الاعتداء على محمد عبد العزيز طالما عنه راجل ولاد السبع عنه رجاج يحفر على راس حجرة بظفار ضعاف وله مقبول نحن ما نقابلين وما نقابلين ذاك اللي يطاول عليه بالكلام ولا والفعل قاع ما يتحدث وحد ما يبقى الخاسر من بالفعل والكلام وذا كامل اللي يقتضي الموقف يعطي راسه العافية وخلي عنه محمد عبد العزيز.